السلام كدب إلهي سبحانه وتعالى يان مركور أم هذا علينا إن هل كان أسبوع كان كاني كدب قيباك اللي قد سن هل كان كسوغان أيان سيدوك أم هذا علينا إن برنامج كاني مركي أن أسكسو هذا القادني قدوميا هاتن هاي حلك ميديكا أم نهيغا تور عبد الرحمن علي عرا يان أم قعابي قدقان قبان قابدا برنامج كان أفر ودريتك لو سمينا يا دخاتير تكو أبترستا كقلن جي بي سي جامعة الصومالية وحان أقول لهن دور شيء مد كوبات ما دام وقت دير لسموغا حليا دير نجامعة دي أي دماتي دتك قارنا السنة دبضان اسموغاين إن أن هرتب بالإسكو دينا إن أن دتك إسوسو علينا سي أي أغادان هل كي يكو أكتر سنعين سي أي مركز أيضا إسو أركان تلبات إن ميديكا أمنايك جامعة دا أن أغطى لقلني إن أن بورك كجفنو حبسم سعود كي سنة عن سعود سينو لما انت جوكتي انت مقانا اي مرقاتي كا هادان ايضا اجيتك لباد يعني برامش كان اسوه قبان قابلني ايوها سدح وحانو قوتا لقلني ان ليسكو حق ورئيستا ما دام دافعه كلي كدساني مقالة دالو قجرو داد بادن او وليبا فيقر اسو كلي كدساني وجامعة دا كبحينا كوانا اي جوغان كوانا اي مقايهين ان مركز ايضا هل كان انت لقى جارة ليسكو حق ورئيستا شقادة عن قبرني مركا قد قيقي هوشاني قبرني سي وحيابها عن قطة لقالني أي هاين انكسو أي جوغان قدوميهان هاد حلكا يقدوميه شكوه ريي إيا أساقي إيا أيقا وضحال لدونا لكن أنك شقادة عن قبرنا وحي هيد إن عن هوشان قدبر أدينا هوشان عن قبرنا ولبا وحا مهد علين مودان أو سيد دبا إن لوغو مهد علين مودان تيم كيقل لما قعابي لابد دختر أو كمي هوشان هبين إيا مالين با وقتي كوبن قديس إلى إمارة إيشيك أرنتان إيه قبسون تصابوها رنتي آده أقو فرح سنة إنان مارتي حفلة دان آد كو قروح دو بدن أنكسو قيب كلو مارتي وحاسدو كلا أم هاد علنا قاب قابياشا حفلة دان كسو شقي مارتي إنتانو دقاتير تي جامعة الصومالية إيو معلميتو دي إيو مارتي برفسورة دو كسو دوي إنتا كبعدي وقتي بدن مجرو وحاربا إنان حلق دو آن آد كيو أنا أقول لك أن 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 marka qof kasto anaga naga mid ah wuxuu u baahan yahay jaamacadda inay kor u kacdo magaceedana kor loo qaado marka sax ma ahan shalay baahidi ama maaratay sugitaankii jaamacadda asugay inaan maanta aan sugno waxaan aniga aan dhihi lahay in anaga dadka dhaqaatiirta jaamacadda dhameeyay ay sameeyaan fundraising oo lagu horumarinayo alumnayga aniga halayga bilaabo halaygu soo qoro diyaar aan u ahay بس مهمة وحواء إن جامعة ده ما قاعد عن كرو قادنا سي ما ركت أنا قاعد أقول فاني كرنا جامعة دهنا أنا قلت له هاد حسوا بدري سال جواب حاجة روح بدنا هذا الشيء وحاس إن كفر علي واي وحنا قبل لا بدك فيها صدق يا مغر اختها الدكتور يغ يونيس كم بحدي هي إيه تدرس سبيشاليست تدرس سبيشاليست رحت أفغان الله شخص وجامعة الله شخص كيش أنا نهضت أكاديمية كلاقات تليفونك مركا أنا قا ما كتجي في المحاريغة هذا غاتير تكب هذا كل يد مد واتاس عبد الرحمن يا عبد الله مسؤول وهم هاي لنا أيجنا أيجا كم مسؤول أهاي سد أحد صنع أفرت صنع جدا بيسي واحد ما قال أنت دواي يتمر ك إم سي هج أو جبر كان بنادر لي هاي أخذ هذا الناس ك إهتمام إلى غاتير تبع مركا ده أو اسمه معنهن يعني كل الجواب لا واه ما من وكسرنا إس حالي غير زهرة زهرة وحيتري أمي سوام على هذا ما قاعد يكروي أو ألون لك الحياة وأنت الحياة هالوضع دي يونيسو ميديكال أسوسيشن واي يونيسوما أمي سو إيه هذا كي كورين هيري زومبا زومبي مركا وأقول واحد بمالك بلادان وحكى سوق هذا نبضاسي
لو دولة كم الجارين أهيان أو تي رسمي قاعد هذا لا تساعي ما قاعد ما قاعد أقول دورنا هذه تساعيو ما قاعد هذا وضع توا أمة يونيسو أمريكان أسوسيشن ما أنت مركع الحمد لله أنت هم لغاتير وشغلسة وأقول مركع سكون إيمانينه أما أخذي هذا أما علمينا هذا بس جنس الأخير وتيجي جغل العقل سي هذا أنا قاعد مرتقى هذا سوما مركع وحن وح كوينا وعلى سمين كرا أيضا أنا هو ضد كا ما أنت مرتقى لما جبال أنت أهين أغلب ما هم مركع رمت السوق أيوة هيدا هاي صاحبك أول نك أهين ما قال إيجوي شاس ما هنا شو شو عم بعدين شو معنا ده وركين كي يوحال غير رواي وفسات عزيلنا هذا نص معي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إله ما أذكره مشان هو كل مية عاو عتا عاو فرحت إنتان أو لغاتيرة أو داعد سامالي كشاب بحضي أو وضع شغيستان إن يكون تقول أفران وإله مهديس أو قار أيهن مضح وحان متقان أمها العلنية قدوميها جامعة دكتور أحمد كحين كيس حق أرمها وحبار الشدة أستاذ حسن أقاسمها يو دين كان ياسين بروفيسور محمد أمين ومتقان وحبضن وقفت أردادة يو دكتور لو عبد القادر عبد القادر سنار يا عبد القادر عبد القادر شو عمر وأيضا وحوين كسر قبطي أو متقنا جا فكرت أذبح وقبطي أنت شغيل أي وأما سنتين كسر قبل كين إن هذا مش عاون عمر تقدم وأبوجادنا يا إن سكرنا هذا الجامعة ما ملك هذا معلمين يو أرضي هذا الجامعة كبحين سيدوك لا تقف والبا أجيب من السماء وجامعة كمذه هنا إن لدي رجليه أو لبهم بوني معنا أيضا واحد مهم وهاي قف كين دي رجل إنه قنيسة أردي إذا جامعة دي قط يكون سوقل دون إنه قنيسة ده ما هذا إنه كهريان معنا أو رول مودل وإيه أو يعني قف حيل قبطي أما أجسمة عفمة كوكلاتة أما وزير نقضي أما قدوم من كنقضي أما وبرشد الدنيا ذا كلاته هرك جاري وحصل وحي إنه قنيسة جامعة ماركت نويه أردي إذا دي قنيسة هاي متفاشين marka ayadana waa dhir gelnaaya marka uu horeeyso maadaama de ramadaan ay tahay oo bil qiimo badan ay tahay ayadoo afurna isku imaanay markasta waxa muhiim ah inay is xusuusino in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsano dardaaranka Ilaahay waaye cawada bisha 21 waaye waxa la yaabaa inay leelatul qadar tahay haweenaha wadirkay ku jirtaa marka inaan dhinacaasna si fiican u shaqeysano oo wixii nagu horeeyo oo qiyaamaha la tagi lahayn waaye ina meeshaas aad u fikirno ku dadaalno taas waa iska dardaaran guud mid labaad aan alumnayga jaamacadda dhalinyaradii soo waday ee la soo ku feysan waa mahadsan laakiin hadda waxaan rabaa inta dambe inay noqoto wax official ah oo arday kasta oo medicine medical ah oo jaamacadda dhameeyay uu qayb ku leeyahay oo wax qabadkeedu qayb ku leeyahay oo mas'uuliyadeedu qayb ku leeyahay waxaa muhiim marka in alumnayga wax official ah iyo ardayda midna waa idiin sheegaya dhalinyarada dhameysay dadkeeda ka dambeeya oo jaamacadda dhigto waa idiin xisaabsanayaan waa idiin tirsanayaan waa idiin ku faanayaan annaga markaa internshipka mareynay isbitaalaha aan joogno wixii jaamacadda soomaaliya dhameeyay oo dhakhaatiirka jaamacadaha kale ilmo dhalinyarada joogta waa iskugu faahfaahin jirin marka boosa waxaa ugu fadhidiin dadkeeda ka dambeeyo kulankan waxaa sharaf iyo mudnaanta koowaad iska lahaa macalimiintii runaantii khudbadana in ay qaataan ahayd maadaama macalimiintii waqtigii soo geliyay kuwa hadda meeshaan jooga dhiinka kulliyadda iyo dhiin iskii soo maray kulliyadda kuwaasa waxay lahaayeen ahmiyadda koowaad haa waxay ahayd farxad gaar laftirkii qayb weyn ayaan ka ahaa proceskiinu waxaa umalaya jacad markaa kusoo biiray doctor cabdiqaadir ay sixi doone in dufcadii koowaad ayagoo semestertu ayna kusoo gaaray umaya marka laftikeyga qaybaa ka ahaa inkastoo baaskaarka ay diidi jiray mara qaarka marka laftikeyna waxaatii horumarkaa samayseen
waxaa gaar u leh macallimiintiina waxaa rabaa inaan xoojiyo qodobka professor amiin uu ka hadlay waxaa la rabaa dhakhaatiirta jaamacadda soomaaliya ka baxay inay ka duwnaato dhakhaatiirta kale xagga qiyamka akhlaaqda iyo professionka qodob muhiim uu ka dhawaaji waxay maadaama bulshada ay baahan tahay maaha qof bulshada inuu ka faa'iideysto marka waxaa la rabaa in qaabkii hore dhakhtarka laga aaminsanaa inaa wax ka bedeshaan dhakhtarka jaamacadda soomaaliya ka baxayna inuu qiimo gaar yeesho oo meel gaar uu bulshada ugu jiro waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa ramadaankan ramadaan ku xiga inuu ilaahay nuu gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo